تأجيلات كتيرة للانتخابات الإثيوبية، وأخيرا بالمخالفة للتوقعات أجرى أبي أحمد الانتخابات. في رأيك ليه هو اختار الوقت ده، وهل هو بيعتبر أن مقاطعة المعارضة هو ده فرصة هي دي فرصته لأن هو يفوز في هذه الانتخابات؟ الحقيقة الانتخابات توصف بأنها انتخابات منقوصة وشرعية غير مكتملة، لأن الانتخابات دي بتؤجل من 29 أغسطس 2020، أجلت لمايو 2021 عشان تتعمل الانتخابات المحلية، وبعدها بعدة أيام الانتخابات العامة، ثم أجلت كل الانتخابات حتى 21 يونيو الماضي، وتمت بالفعل. أبي أحمد يبحث عن شرعية مفقودة، لأنه منذ أغسطس 2021 هو موجود في السلطة أو على رأس السلطة بغير شرعية. الانتخابات يعني جرت في عدد من الدوائر الانتخابية، تم يعني استثناء إقليم تجري، إقليم بني شنقول، إقليم أمهاري، إقليم روما. عندما نجد أن 67 دائرة انتخابية أساسية تم تأجيلها إلى سبتمبر القادم من أصل 547 عدد إجمالي الدوائر في أثيوبيا، بينما 38 دائرة انتخابية في إقليم تجري بالكامل لا نعلم متى سوف تتم فيها الانتخابات. أبي أحمد يختار هذا التوقيت لأن الانتخابات عمليات الفرز بدأت منذ أمس وأول أمس، تنتهي خلال 10 أيام، يعني بالتوافق مع بداية أول يوليو، وهو الميعاد المحدد لما يسمى بالملء الثاني. وبالتالي أبي أحمد يحاول أن يستخدم الخارج للداخل والداخل للخارج، يحاول أن يستخدم الشأن الخارجي لمزيدا من التمكين لفصيله السياسي داخل أثيوبيا، كما يحاول أن يستخدم الضغط الداخلي بعد أن يفوز بالانتخابات، وهو أمر متوقع خاصة وأنه اتخذ كل الإجراءات القانونية وغير القانونية، الشرعية وغير الشرعية، ليضمن فوزه في الانتخابات. حزبه حزب الازدهار وتحالف مكون من أكثر من 100 حزب وحركة سياسية قاموا بإقصاء كل المعارضين واتخاذ ما يلزم من إجراءات قمعية وإقصاء سياسي حتى يتمكنوا من الوصول إلى مرحلة الفوز في الانتخابات كما يحاولون، وهو ما يضفي شرعية على وجود أبي أحمد على رأس السلطة.